السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية ورحمة الله وبركاته. نستعرض لحضراتكم محاضرة هذا اليوم في مصادر قانون الضمان الاجتماعي. مفردات المحاضرة تتكون من مصادر قانون الضمان الاجتماعي، وتنقسم هذه المصادر في الحقيقة إلى قسمين، هما المصادر الداخلية والمصادر الدولية. طبعا المصادر الداخلية هي الدستور والتشريع العادي والأنظمة والتعليمات والقضاء والفقه. المصادر الداخلية مثل ما شرحناها في الواقع، أو مثل ما يعني عرضناها عرض سريع، هي الدستور والتشريع العادي، وأيضا في يعني في الشريحة الأخرى الأنظمة والتعليمات، وأيضا سوف نتناولها بالتفصيل إن شاء الله أو في المحاضرة المفصلة التي تتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. أيضا الشريحة الأخرى تتعلق بالمصدر الرابع من المصادر الداخلية لقانون الضمان الاجتماعي، وهي الفقه والقضاء، أو القضاء والفقه. هذا الموضوع في الواقع أيضا سوف نتناوله بصورة أو بشيء من التفصيل في المحاضرة التي سوف يعني تطرح على حضراتكم بصورة تفصيلية وبصورة باوربوينت وبصورة فيديو إن شاء الله تعالى. أيضا الشريحة الأخرى تتناول موضوع المصادر الدولية، وأيضا سوف نتعرض إليها نتعرض فيها في الواقع إلى المصادر الدولية التي يعني كيف نقول تناولت موضوع الضمان الاجتماعي في هذا الأمر. ومن أهمها طبعا عهد عصبة الأمم، ومن بعد ذلك طبعا وقبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية تنشأت عام 1919. هذه المنظمة في الواقع مارست دورا مهما جدا فيما يتعلق بترسيخ حقوق العمال والدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمة هذه الحقوق هي تحقيق الضمان الاجتماعي لهم. فيما يتعلق بأسئلة المحاضرة سوف تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أسئلة. هي أولا ما هي مصادر قانون الضمان الاجتماعي؟ أو قد يأتي سؤال تكلم عن مصادر الداخلية فقط لقانون الضمان الاجتماعي، أو يأتي سؤال بالتحديد تكلم عن الفقه والقضاء كأحد المصادر الداخلية لقانون الضمان الاجتماعي، فيجب أن تكون الإجابة محددة في الواقع. كمثال السؤال الثالث، يجب أن تتكلم فقط عن الفقه والقضاء كأحد مصادر قانون الضمان الاجتماعي، ولا تتكلم عن المصادر الأخرى الداخلية وهي التشريع والتشريع العادي والدستور أو الأنظمة والتعليمات. وبهذا ينتهي العرض السريع لمحاضرة هذا اليوم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.